Which of the following signs is elicited in plural effusion? حاجة signs بنشوفها في plural effusion. زيادة في movement على affected side. Diminished intensity of breath sounds on the affected side. ناقص breath sounds على affected side. طبعا دي صح. Shift of the trachea ناحية affected. لا طبعا بيروح ناحية تانية. زيادة focal resonance في affected. بيزيد والله. TVF تزيد في الجزء اللي فيه ميه ممكن. هايبر ريزونانس البركشن لا طبعا هي دي ممكن. ونقص البريس ساوندز على افكتد ساينز برضه ممكن بس نقص الانتنسيتي دي افضل. واحد عنده 35 واحد عنده 35 سنه جاي بيه جنراليزد ويكنس. هيز لابس وير از فولوز. الصوديوم 136 كويس. بوتاسيوم 6.5 وحش طبعا. هايبركاليميا. كريات 1.8 عالي بس مش قوي. which is the most likely next step in management. طالما 6.5 6.5 ده عالي. اعلى من 6 احنا ممكن نعمل هيموداياليسيس لان اي حاجه تانية بقى مش هتلحق تشتغل. رونج انسل. نيبولايز سالبوتامول هو اعلى من كام بنعمل دياليسيس؟ تقريبا اعلى من 7 بنعمل هيموداياليسيس. يبقى احنا هنستخدم الاوبشنز التانية. طب ايه هي الاوبشنز التانية بوجه عام؟ الاخ ده السالبوتامول. السالبوتامول عبارة عن بيتا 2 اجونست. ايه يا عم نعمل ايه؟ البيتا 2 اجونست بيحفز انه يقوم مقلل البوتاسيوم اللي في الدم يدخله جوه الخلايا عشان كده بنديه. وممكن نستخدم ان احنا ندي انسولين وندي معاه طبعا جلوكوز عشان ما يحصلش هايبوجلايسيميا لان الانسولين هو كمان بيدخل البوتاسيوم جوه الخلايا. دي الحاجات اللي ممكن نستخدمها بسرعه. لو هو كان عالي جدا وخايفين على القلب ممكن ندي كالسيوم جلوكونيت من البدايه. فطبعا الاي في فلويدز لا. هيموداياليسيس لو تقريبا اعلى من 7 عشان كده هو هنا ما خدهاش. الديبيوتامين ده بنستخدمه كبيتا 1 اجنست في حالات الكارديوجينيك بروبلمز ماشي. نيبولايز سالبوتامول هو الاختيار الصحيح. وبروتونيل دياليسيس مش هنعمل بروتونيل دياليسيس. The most common site of fracture clavicle is. أشهر مكان بتالي ما بين الميدل واللاترال ثيرد. والله أعلم مش فاكر الأناتومي كويس أوي يعني. ماشي. واحد عنده 68 سنة جاي ب 12 ساعة history of severe lower abdominal pain increasing abdominal distension on examination. أنا معايا 6 دقايق أحل فيهم 10 أسئلة. On examination he is found to have a tender large pelvic mass. What is the most likely cause of abdominal distension? أشهر حاجة في السن الكبير ده في الغالب sigmoid volvulus. Severe lower abdominal pain زيادة في distension. Tender large pelvic mass, pelvic areas, acute urinary retention, sigmoid, most likely cause عشان يعمل abdominal, أو ممكن والله constipation بس أنا أروح acute urinary retention هو أشهر حاجة يعمل abdominal distension. مش عاجباني بس مفيش وقت نلاقيها أو أي حاجة. Manifestations of rheumatic carditis include all of the following except philcarditis. Rheumatic carditis يعمل tachycardia ممكن. Muffled heart sounds لو بريكارديتس يعملها. جالوب ريثم SSS4 ممكن. بريكارديا راب ممكن. accentuated second heart sound لا اظنش. good job. criteria for diagnosis of lupus include all except one. صح 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 ريتينيريا تقريبا هي دي. هي دي لانها اتكررت قبل كده بسرعه. فيش وقت فيش وقت. causes of delayed bone age include all except causes of delayed bone age all except ده ممكن يعملها. growth hormone deficiency chronic bronchial asthma لا طبعا ملوش علاقه بالبون ايج. يلا مورفين. chronic bronchial asthma ممكن تعمل delayed bone age ليه طيب؟ طب بغض النظر بقى عشان مفيش وقت مفيش وقت. كنت هرجع لها delayed bone age
ماشي. بيقول لي احسب الجلاسكو كوما سكور. ماشي. 35 سنة سايكلست كولايتس وذ ذا باس ترافلينج ات ذا سبيد مش عارف ايه بروتوز ميجر ديبارتمنت اللاين سبينال موبيلايزيشن انيشال برايمري سيرفي شي دازنت اوبن هير ايز ان ريسبونس تو بين شي دازنت موف ايفن ان ريسبونس تو بين اند ميكس نو ساوندز وات ذا بوليشيت جلاسكو. طبعا انا هدي لها رقم قليل جدا, هدي لها اقل رقم موجود, مفيش اي ريسبونس في اي حاجه. The incorrect statement regarding endometriosis. عايز الحاجة الغلط. Estrogen dependent. There are evidence to support. السؤال ده متكرر وكانت هي دي الإجابة. مفيش حاجة بتسبورت الإيمونولوجيك etiological factors. Good job. Local findings over an affected area with pneumococcal pneumonia include all except. ماشي. يعني حاجة في النيوموكوكا النيمونيا all except دي تحصل تحصل مش عارف تحصل ما يحصلش ويزيس. ويزيس يحصل في الحاجات اللي بتعمل obstruction. انجز بقى ما فيش وقت عشان تتنع. انا دست نيكس صح ولا ايه؟ انتوا متفقين بقى. طب اختار crepitations. يا الله. الموقع الجاي تنح في توقيت مثالي. اخلص بقى يا عم بقى. طب باك طب فورورد. ماشي يا عم اخلص يا عم اخلص يا عم اخلص عشان خاطري. مش كأن التايم شغال. يا ول الحقني. طب اعمل ايه؟ ادوس نرستر كده نرستر. ربنا يكرمنا يا رب. انا طبعا اول ما النت ايوه ديتكتنج ايش. خد راحتك اتفضل يا فندم اتفضل عادي. يعني احنا معانا الوقت كله. هيبقى معايا دقيقه احل 5 اسئله دقيقه واحده. ولا هو اوريدي مش هيدخلني؟ لا ده هو اعتبرني فينيشت. طيب يا جماعه شكرا. اخر 5 اسئله بالسلامه. طب هو طب هتورهوني طيب ولا ايه؟ ومش هيوريني السكور احسن ليه؟ لان هو في الغالب ما كانش كويس. انا متاسف لو كنت متسرع في اخر كام فيديو تقريبا اخر فيديوين. ولكن فعلا في حاجات شغلتني وخلتني ابعد عن الامتحان. لو في حد عنده اي تعليقات على اي حاجة يعني اي اسئلة او اي حاجات ممكن نتناقش فيها بليز قولولي. وانا ممكن برضو نشوف موضوع الدوج بايت والسي في بي والهيدروسيل والدليل بون ايجي بتاع برونكيا الازمة او نشوفها في الفايلات على طول. نشوفكم المرة الجاية وجود باي.